عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة والحلقة دي أول حلقة نصورها في سنة 2023 احنا قلنا ان سنة 2023 ان شاء الله بدأ من السنة دي هيكون فترة النور هتنزل كمية كبيرة من النور على الأرض وعلى سكان الأرض وبالتالي خلال الفترة الجاية هتبان كتير من الفضايح هتبان كتير من الأمور المستورة المؤامرات المخفية كل المسائل اللي كانت مستورة في الفترة اللي فاتت سيأتي النور ليبددها وبالتالي كل اللي كانوا ماشيين غلط خلال مش بس السنين اللي فاتت العقد القرن الأخير وما كانوا يسترون عن العباد والبلاد سينكشف إن شاء الله الفترة الجاية فترة النور هنتكلم إن شاء الله عن النور في المرحلة الجاية ولكن كان في حاجة أنا وعدتكم بيها اللي هي موضوع الرقية الشرعية واللي بتحمل في داخلها يعني مفاجأة بالنسبة لنا إحنا كأمة إسلامية ولكن قبل ما أقول لك الموضوع ده عايز بس أفكرك بحاجة الأول هل تتخيل ان احنا كامه عربيه او اسلاميه ربنا سبحانه وتعالى عبر رسوله ادانا طريقه تشغيل الحاجه هتعرفها كمان شويه مثيره جدا وغريبه جدا طريقه لتشغيل شيء في عالم الباطن انت بتشغله بعالم الظاهر واحنا بس في العالم اللي عندنا الجزئيه دي هل تتخيل ان احنا عندنا طرق فيزيائيه احنا الامه الاسلاميه والعربيه عندنا طرق فيزيائيه لتشغيل حاجة في عالم الباطن لا يستطيع أحد من الأمم الأخرى تشغيلها غيرنا وكان الموضوع ده تحت عنوان الرقية الشرعية أول ما أنت بتسمع كلمة الرقية الشرعية أنا عارف بيجي في بالك موضوع الرقى الشرعيين وفي لبس وجن والكلام السطحي تماما ده علما بأن الرقية الشرعية دي أو الرقية عموما جاية من كلمة ارتقى جاية من كلمة أو ترقى في السماء او الترقيه كل واحد فينا عايز يترقى في حياته يترقى في ربحه يترقى في مرتبته الاجتماعيه وبالتالي كلمه الترقيه في حد ذاتها اللي هي اخت ونفس الجذر اللغوي بتاع كلمه الرقيه هي لها معنى اكبر بكتير من ان واحد يقعد يقرا قران او يقعد يقول ادعيه واذكار على واحد تاني تعبان او مريض الموضوع يعني اكبر مما تتخيل واكبر مما تتصور ولكن قبل ما اكلمك بقى عن الرقيه الشرعيه خليني اكلمك عن موضوع فتحته السنه اللي فاتت له علاقه بالجزئيه فاكرين في سورة البقرة لما أنا قلت لكم إن ألف لام ميم حاميم ميم طه ياسين فاكرين الأمور دي لما قلت لكم إنها عبارة عن إيه؟ عن شرائح أو رقاقات ودي اسمها المعماريات يعني رقاقة مبنية بمعمارية ألف لام ميم في رقاقة تانية مبنية بمعمارية تانية اسمها حاميم فعندك هنا ثلاث مصطلحات لازم ان انا افرق ما بينهم قدامكم واديكم الاصل القراني ليهم قبل ما ندخل نتعمق لان ده فتح جديد يعني بدأنا السنة اللي فاتت والسنة دي هيبقى مكمل معانا احنا السنة دي بفضل الله سبحانه وتعالى بننفرد بان احنا طلعنا كنز جديد بيتناسب مع العصر الحديث بيتناسب مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي اسمه الشرائح والرقاقات القرآنية ده حاجة رهيبة جدا فايه الفرق الوقت بين الثلاث مصطلحات دول الرقاقات بعدين الشرائح بعدين المعماريات وهل التلاتة دول انا مألفهم من عندي ولا دول تلات مصطلحات جايين من القرآن الكريم؟ أول حاجة الرقاقات ورد في القرآن لفظ يرتقي رق في رق منشور راق يعني عندك اللفظ ده أصلاً لفظ قرآني، الجذر ده جذر قرآني وهتعرف النهاردة بالتفصيل في موضوع الرقية الجذر بتاع رق ده، فالرقاقات أصلاً بيتم تشغيلها عبر الرقية، الرقية أنت بتعملها علشان تشغل الرقاقات الغير المرئيه تخيل فده اللفظ الاولاني اللفظ الثاني اسمه الشرائح الشرائح هي برضو نفس الرقاقات ولكن بتبقى مكدسه جواها حاجه بيتم فتحها عارف الم نشرح ده في سوره في القران اسمها سوره الايه الشرح يعني ايه الشرح؟ يعني حاجه مقفوله بيتم فتحها ويتم انتشارها وبالتالي عندك لفظ الرقاقه ده الاله نفسها المادة اسمها الرقاقة. بعدين هي مكدسة بيانات فانت بتحتاج حاجة اسمها الشريحة او الشرح انك تفتح البيانات اللي جواها فده اللفظ الثاني. اللفظ الثالث ان الرقاقة نفسها بتبقى كل رقاقة مختلفة عن الثانية. كل رقاقة مبنية على معمارية غير الثانية فده اللفظ الثالث اسمه معمارية. طب معمارية دي جت من ايه؟ انت عندك صورة في القرآن اسمها ايه؟ آل عمران. وعندك عبادة بتتعمل اسمها ايه؟ العمرة. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انت حتى ربنا بيقول ومن نعمره نعمره ننكسه في الخلق يعني كان الرقاقه دي بيتم تعميرها بيتم شحنها بيتم ملأها ببيانات عارف لما يبقى عندك كارت وتملاه يعني عمرته اذا الثلاث مصطلحات دول ليسوا ثلاث مصطلحات من عندي وانما هم ثلاث مصطلحات من عمق القران الكريم ولكن لم يتم طرحهم بهذا الاسلوب الحداثي ولذلك انتوا اتفاجئتوا قلتوا ايه الرقاقات دي؟ هل في القران في حاجه اسمها رقاقات؟ انت هتتفاجئ دلوقتي. يبقى اذا الرقاقات الشرائح المعماريات دي الفاظ من عمق القران الكريم. تعال بقى ندخل لاول لفظ فيهم وهو ايه؟ الرقاقه اللي هو البيزك او الاساس الرقاقه. احنا عارفين ان العصر الحديث والعالم اللي احنا عايشين فيه آه السمه الاساسيه بتاعته الرقائق الالكترونيه بيسموها المايكرو شيبس، الرقائق الالكترونيه بتبقى شيبس صغيره شرائح صغيره يمكن أن تقوم حرب عالمية الآن بسبب الرقائق الصغيرة دي. الرقائق دي هي اللي مخليه موبايلك شغال، هي اللي بتخلي حتى العربية المساحات بتاعة العربية تشتغل هي اللي مخليه الثلاجة أو أنت تفتحها النور يشتغل أو تبرد أو تقلل. الرقاقات دي بتمتاز بحاجة هنتكلم عليها كمان شوية بس مش عايز أحرق الكلام فأرجع تاني وأقول إن العصر بتاعنا كله وصل إلى مستوى بيتم حكم كل شيء عبر الرقاقات. طب تخيل ان البشر باذن من الله توصلوا الى بعد اسم الرقاقات وعندك في الاديان اللي هي قمه التقدم والقران اللي هو قمه الوعي ازاي مش هيبقى في سيره للايه؟ للرقاقات؟ لا في في جدا بس لم يتم التطرق ولم يتم فتح هذا الباب في القران الكريم. فهنا اسالك سؤال عشان نربط دب ده سؤال فكر فيه كده وانت بتسمعني. هل ربنا سبحانه وتعالى كاتب المقادير اللوح المحفوظ كل المسائل المكتوبه على ورق ولا على رقاقات هل ربنا كاتب القدر والقضاء والدنيا كلها متسجله عنده على ورق ولا على حاجه اعمق من الورق اسمها ايه رقاقات اه طب اقرا معايا كده بقى الايه دي واول مره في حياتك هتاخد بالك من الجزئيه دي شوف ربنا بيقول ايه والطور سوره الطور وكتاب مسطور في رق منشور مش في ورق الكتاب اللي في الدنيا كلها محطوط في رقاقات في رق وخد بالك رق دي كلمه جمع رق كتير منشور يعني منتشر يعني عندك مثلا الاف الشرائح جنب بعض متكدس فيهم كميه من البيانات لا يمكن لنا ان نتخيلها ولذلك بقى هنا انا هسالك سؤال تاني ما الفرق بين الورقه والشريحه الرقاقه لو انا دلوقتي معايا شريحه قد كده اصغر من من الصابع وورقه ايه الفرق بين الاثنين ليه ربنا كتب القدر في الرقاقه اللي قد كده وما كتبهاش في ايه في الورقه عندك ست امكانيات في الرقاقه مش موجوده في ايه مش موجوده في الورقه تعال نشوف اول حاجه الحجم مين في الاثنين اصغر الرقاقه الورقه كبيره ادي رقم واحد اثنين الساعه مين في الاثنين يستوعب كمية أكبر من البيانات؟ الرقاقة الورقة ما تقدرش تستوعب الورقة بتخلص فالرقاقة عندها حجم أقل وسعة أكبر بكتير عشان كده ربنا لما قالك وكتاب مسطور في رق منشور لازم تاخد بالك هو عن بعد جديد انت مش واخد بالك منه يبقى ده المعيار الثاني المعيار الثالث عدم القابليه للتحريف يعني الورقه لو البيانات مكتوبه في الورقه ايه اللي حصل لما الكتب السماويه اتكتبت في الورق زي ايام اهل الكتاب سهل انك تمسح حاجه سهل الورق عنده خاصيه اسمها القابليه للتحريف الرقاقات لا محدش بيقدر يلعب فيه. انت عارف لما يبقى عندك كارت تحطه في الجهاز بتاعك وتيجي تضيف في الكارت حاجه يقول لك هذا الكارت غير قابل للاضافه يعني ما تقدرش تكتب عليه يعني الرقاقه محميه من ان حد يلعب في البيانات اللي فيها تخيل ربنا هيسجل بيانات الكون على شويه ورق اي حد يقدر يلعب في الورق ده ولا هيسجله على رقاقات عالية الذكاء لا يستطيع لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن الإضافة والتحريف في الرقاقات دي. فالرقاقات عندها خاصية عدم القابلية للتحريف. خد بالك إن أنت عندك رقاقات في حياتك. إحنا كل ده بنمهد لإيه؟ إزاي تعمل رقية شرعية فتشغل الرقاقات المقفولة في حياتك. ده اللي هنوصل له كمان شوية. يبقى ثالث خاصية أول خاصية الحجم إن الورق حجمه كبير، الرقاقة أصغر. ثاني خاصية السعة الرقاقه بتاخد كميه رهيبه من البيانات ثالث خاصيه عدم القابليه للتحريف رابع خاصيه البقاء الورقه عمرها الافتراضي قد ايه طب الرقاقه انت تعرف ان الرقاقه ممكن تظل مدى الـ يعني من يوم ما ربنا خلق الكون لغايه النهايه ملهاش عمر افتراضي يعني unlimited يعني مدى الحياه اكتر من مدى الحياه كمان الورقه لا الورقه عندها خاصيه التحلل وبالتالي البيانات اللي اتحطت عليها ممكن تزول فتلاقي الارشيف كله راح الرقاقه لا. يبقى ده البقاء، خاصية البقاء. وده الخاصية الرابعة. الخاصية الخامسة بقى والخاصية دي يعني خاصية ثمينة جدا. حاجة اسمها الذكاء مش الصناعي. الذكاء الذاتي. الرقاقة عندها خاصية الذكاء الذاتي، الخاصية دي مش موجودة في مين؟ في الورقة. عشان كده الآن الذكاء الصناعي بيتعمل بإيه؟ بالرقاقات. يعني هما ليه بيتصارعوا على الرقاقات الالكترونية لأن الرقاقة سبحان الله عندها خاصية شوية ذكاء الرقاقة عندها شوية ذكاء فهما بيستعملوا ذكاء الرقاقات في إنهم يعملوا ذكاء اسمه ذكاء كده هما اخترعوه اسمه الذكاء الصناعي ده جاي من ايه جاي من إن ربنا أعطى للرقاقة خاصية جواها اسمها الذكاء الذاتي فالرقاقة ذكية الورقة مش ذكية الورقة ممكن حد يلعب فيها وتبقى موافقة الرقاقة لا. الرقاقة عندها نوع من الوعي. يبقى اذا هل بقى من من الافضل ان القدر وان ربنا سبحانه وتعالى يكتب حياتك في ورق ولا في رقاقات؟ لا يمكن التلاعب بها، عندها خاصية الذكاء الذاتي مش الذكاء الصناعي، الذكاء الذاتي. يبقى اكيد الحياة كلها مبنية على زي ما هي التكنولوجيا مبنية على الرقاقات الالكترونية طلع الكون اصلا نفسه وعالم الامر كمان وحياتك وكتابك مبني على الرقاقات حتى القرآن نفسه كمان مبني على فكرة الرقاقات إذا أنا عندي الوقت تقدر تقول مثلا في المنطقة اللي قدامي دي 100 رقاقة لا ي... لا يورو بي يعني انت عارف لما بنجيب شويه ميه بحر اغرف كده بايدك في ميه البحر إراك في الميه دي؟ شايف حاجه؟ لا شفافه صح؟ شفافه حطها تحت المجهر وابدا كبر عشرين مره و, و مره هتبدا تلاقي عالم جواها العالم ده يبدو ليك ان هو شفاف ولكن موجود بتلاقي كائنات بلوريه صغيره هي هي بتبين ايه اللي وراها فانت عشان كده ما شايف تخيل بقى ان هنا قدامك ده شفاف المكان شفاف بس المكان الشفاف ده لو انت عندك الامكانيه انك تشوف ايه اللي فيه هتلاقي فيه بلورات كتير في الحته دي قدامك هنا فيه بلورات كتير رقاقات صغيره جدا اللي هي الرقائق بتاعتك الرقائق دي بقى بتفضل مضلمه طول الوقت. طول ما انت عايز زي ما انت كده طول ما هي ايه؟ مضلمه. تعرف بقى ان احنا يعني ربنا اختصنا سبحانه وتعالى اختصنا واوحى لنبيه لنبيه ان هو يطلع طريقه كده. الطريقه دي بتبدا عارف لما انت بتجيب شعاع ضوء ويبقى فيه بلورات كريستاليه فالشعاع الضوء يدخل فيها فيتشتت ويعمل كميه من الاضاءه المتبعثره ويعمل مشهد جميل جدا تخيل ان انت عندك هنا اهو بلورات كتير جدا ما انت شايفها اول ما بتطلع شعاع ضوء يقوم الضوء يدخل فيهم وينتشر وينكسر فتلاقيك عباره انت نفسك عباره عن بلوره منوره ايه بقى العمليه اللي انا بعملها تشغل الرقاقات دي العمليه دي سيادتك اسمها الرقيه حتى شوف رقا رقاقه يبقى اذا الرقيه الشرعيه دي مش 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 واحد حافظ ايتين بيجي يقولهم ده دي عمل انت بتعمله علشان تشغل رقاقاتك لدرجه ما هي اسمى مهنه في الوجود فكر كده معايا اسمى مهنه في الوجود طبيب بينقذ حياه انسان على وشك الهلاك ولا الكاتب زي زمان كان اهم حاجه في الدوله هو الكاتب بتاعها اللي بيحفظ كل السجلات ولا ولا الكيميائي؟ إيه؟, إيه أهم مهنة في الوجود؟ أنت تعرف ورد في القرآن الكريم والإنسان بيموت النفس بتاعته بتخرج فالنفس وهي بتخرج بيدوروا على واحد ركز معاه بقى في المهنة الغريبة دي المهنة دي بيتم طلبها إلى اليوم من غير ما احنا نحس مهنة الراق يعني يعني إيه الراق؟ ورد في في القرآن موقفين لطلوع النفس الإنسان هو بيموت موقفين واحد في سورة القيامة وواحد في سورة الواقع اسمع كده وشوف الاثنين وشوف المهنة اللي بقولك عليها دي بتاعت الراق الراق ده اللي بيعرف يتعامل مع الرقاقات عامل آخر الشخص اللي شايف الرقاقات مع أنها مش باينة وبيعرف ينشطها ويشغلها ويشدها ده اسمه الراق اسمع كده كلا إذا بلغت النفس وهي بتموت إذا بلغت التراقي إيه التراقي دي التراقي برضه جاية من ال... من الرقاقات كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق الفراق والتفت الساق بالساق نقف بقى عن... عند الايه دي في بقى ايه تانية ايات تانية في سوره الواقعه ربنا بيقول فلولا النفس لما عدت مرحله التراقي بتوصل لمرحله الفم خلاص هتخرج رب... فربنا بيقول ايه فلولا اذا بلغت الحلقوم هناك اذا بلغت الايه التراقي هنا بقى اللحظه الاخيره بقى قبل ما الانسان يموت اذا بلغت الحلقوم اللي هو في الفم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون هنا بقى ما ينفعش الراقي يعمل اي حاجه يبقى الراقي ده بيشتغل في مرحله ايه اذا بلغت التراقي ايه التراقي دي ايه النفس اللي بتبلغ التراقي انت تعرف ان النفس معمول لها زي قفص لان النفس لو مش معمول لها قفص هتطير منك القفص ده عارف العظمتين اللي هنا دول العظمه اللي هنا والعظمه اللي هنا اللي اللي رابطين الافق الخط الافقي بتاع الكتف بتاعك اسمها اسمها الايه الترقوه مش كده هل كلمه الترقوه دي تسمت عبثا او صدفه لا دي تسميه من من ايام ادم يعني ربنا وهو بيعلم ادم الاسماء قال له دي اسمها ده اسمه ذراع ده اسمه صدر دي اسمها ترقوه طب ايه علاقه ترقوه جايه من كلمه رقه برضه ورقاق ايه علاقة الترقوة بالرقاقات بالرقية؟ التراقي دي هي الحاجز أو القفص اللي مانع النفس من إنه يرقى لأن لو الترقوة دي اتشالت النفس بتاعتك إيه؟ هترقى في السماء فما عادش تعرف ما تعرف تعيش خلاص نفسك طارت فالنفس لما بتيجي تموت أول مرحلة بتعدي مين؟ بتتجاوز مين؟ بتتجاوز التراقي فربنا بيقول إيه؟ كلا إذا بلغت التراقي لإن النفس لو عدت التراقي هتبدأ ترقى خلاص محدش هنا بقى في المرحلة دي يمكن سحب النفس من جديد عبر عبقري من العباقرة النادرين في الزمن بيبقى اسمه راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل بدأت الناس تدور من راق مين أفضل واحد في الدولة كلها يعرف يشد الإنسان من إنه عارف لما واحد بيدخل في غيبوبه او واحد يبقى على وشك الهلاك فبيدوروا على أمهر طبيب او أمهر منعش او أمهر هنا الراقي ده مش الراقي الشرعي اللي يعرف يشد النفس ويرجعها تاني وهي بتطلع لل... للتراقي وقيل من راق من راق دي معناها يعني من هو افضل واحد في الم... في المملكه كلها او في الدوله كلها يعرف يجيب لنا الراجل قبل ما يموت وظن انه الفراق يعني لحظه بلوغ النفس للتراقي دي بيبقى معناه ان النفس هتبدا تفارق الجسم ويبدأ الإنسان يفارق المجتمع اللي حواليه. يبقى إذا عندك النفس بتمر على الترقوة اللي هو التراقي وبالتالي بيتم البحث عن مهنة شديدة الندرة اسمها مهنة الراق. تخيل بقى إن كل واحد فينا عنده نسبة مئوية من المهنة دي. يعني إيه؟ يعني أنت لما بتيجي تقرأ قرآن، لما بتيجي ترقي نفسك فأنت بتمارس مهنة الراق دي بنسبة واحد 1%. واحد تاني أشطر شوية في مهنة الراق الراقي فعنده الرقية بنسبة 20% واحد بقى شاطر خالص فعنده نسبة الرقية بنسبة 70-80% فبيقدر يعملها لنفسه وللي حواليه يعني ده لو قدام واحد بيموت بيقدر يرجعه تاني أهم حاجة تكون النفس إيه لسه في مرحلة التراقي لكن لو النفس وصلت للحلقوم دي مفيش فيش فيها راقي خلاص دي خلاص ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يبقى إذا أنت عندك النفس أنت تعرف أن نفس نفسها النفس بتاعتك دي هي جواها البلورات اللي بقولك عليها دي الرقاقات البلورية دي وبالتالي عندك ربنا سبحانه وتعالى كاتب البيانات كلها على ايه؟ على رق على رقاقات والرقاقات دي منشورة مش متجمعة لا لازم تبقى منشورة كأن الرقاقات دي بينهم لغة تخاطب عارف الكمبيوتر والبروسيسور بتاعه بتلاقي رقاقة هنا مش كده؟ ورقاقة تانية هنا وبينهم ايه؟ يعني منشورين هما مش متكدسين فوق بعض زي العمارة لا هم ايه؟ دايما افقيين، الرقاقات بتبقوا بتبقى دايما في خط افقي، هنا وهنا 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 وبينهم لغه مشتركه، منشورين، نفس الفكره، في رق منشور، ما بيبقوش فوق بعض، لا منشورين وبينهم ذكاء ذاتي وبالتالي بينهم لغه تواصل. الخلاصه بقى من الجزئيه دي ايه؟ ان الرقيه الشرعيه هي عباره عن ممارسه آه ما وراء يعني يعني ما بعد فيزيائيه، يعني ايه مش فيزيائيه ده هي ابعد كمان من الفيزياء، اللي هي الرقيه هي ممارسه سلوكيه انسانيه للمحاوله لتشغيل ايه؟ الرق او الرقاقات اللي عندك. طيب الرقاقات دي بقى ده حكايه دي حكايتنا السنه دي. احنا السنه دي ان شاء الله موضوع الرقاقات ده هنجيب كل البيانات اللي فيه. الرقاقه بقى قلت لك عندها خاصيه الايه؟ الذكاء الذاتي بتشتغل بحاجتين. خد بالك الرقاقه دي بتنور يعني الرقاقه لو جالها حاجه من اتنين بيتم تشغيلها فتنور فلو نورت رقاقه نورت ورقاقه نورت ورقاقه نورت انت تفكر ان النور بتاعنا ده عباره عن لمبه ولا عباره عن عده لمط كتير صغيره حتى سبحان الله البشر شوف برضه البشر زمان كانت اللمبه عباره عن ايه؟ لمبه مش كده؟ دلوقتي بقت ايه؟ ال اي دي يعني كام لمبه؟ 100 لمبه وبالتالي مين يعني التقدم انك تعمل لمبه ولا انك تعمل 100 لمبه صغيره فينوروا اكتر شفت حتى البشر ماشيين زي ما ربنا كاتب ازاي فزمان كان البشر عملوا لمبه وبعد كده عملوا ايه عملوا لومات كتير صغيره يعني كانهم بيرجعوا لفكره ايه الرق المنشور فانت دلوقتي عشان تنور نورهم يسعى بين ايديهم ما عندكش لمبه واحده لا عندك ايه لومات كتير رقاقات كتير كل ما واحده تنور فانت نورك بيبقى على قد الواحده دي تخيل عندك ايه اي دي فيها 100 واحده في 3 4 منورين من والباقي لسه طب اول ما هي بتنور بتدي فرصه لغيرها كانها بتكلم الرقاقات التانيه انوري فالرقاقه بقى عندها حاجتين بيعملوا لها اكتيفيشن او او تفعيل تنشيط الرقاقه بتاعتك بتشتغل بحاجه من اتنين او الاتنين مع بعض الاول اما ان انت بتعمل للرقاقه بتاعتك تجميد يعني ما بتوصلهاش الضوء ما بتديهاش اي مصدر حراري وبالتالي الرقاقه بتاعتك ايه مظلمة او إن أنت بتمد الرقاقة بتاعتك بحاجة معينة هنتكلم عليها دلوقتي، وبالتالي الرقاقة بتاعتك بتبدأ إيه؟ تنور. إزاي بقى الرقاقة بتشتغل؟ الرقاقة بتاعتك حساسة لحاجة من اتنين: حساسة للصوت غير المسموع، وحساسة للنور. هي أصلاً بتنور، يبقى هي حساسة لإيه؟ للنور. فلو جالها نور تنور، هي أصلاً هي لمبة، هي لمبة مخزنة بيانات. فلو جالها نور أوتوماتيك ما هتنور. يعني باللورة باللورة كده ده عدى فيها النور هتعمل ايه؟ هتضلم هتنور فهي حساسة اوتوماتيك لمين؟ للنور وفي نفس الوقت حساسة لايه؟ حساسة للصوت الغير المسموع مش المسموع ولذلك مش انت مرات كنت بتقعد تقرا قران بصوت مسموع ومفيش اي حاجه ما فيش اي استناره حصل الصوت ايه مسموع ولذلك الراقي لو قاعد يقرا قران ويقرا 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 بصوت مسموع ولم يصدر الصوت الغير مسموع يبقى الرقاقة اللي انت تشتغل علشان كده أي موجة صوتية هيبان قدامك الوقت في الرسمة كده دي موجة صوتية يعني. موجة صوتية أنت مثلا بتقرأ آية أو بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت بتقرأ آية ده الصوت طلع مع كل موجة صوتية في موجة تانية راكبة عليها اسمها إيه؟ موجة الصوت الخافت الغير مسموع ده بيبقى صوت الوعي بتاعك يعني عندك صوت الفم بتاعك وفي صوت الوعي بتاعك، تعرف ان الرقاقات بتشتغل بمين فيهم؟ بالصوت السميك ولا بالصوت الرقيق الصغير؟ هي اصلا رقاقه رقيقه وبالتالي بتشتغل بايه؟ بالصوت الايه؟ الغير مسموع. فمثلا لو انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان وبتقولها بصوت قوي جدا. ولم تصدر الصوت الخافت بتاع الوعي اللي هو كانك اعوذ بالله الله اعوذ به واحتمي به من الشيطان الرجيم ده صوت ايه خافت ده بقى هو اللي بيشغل الرقاق لان هي حساسه جدا انت ممكن تديها زعيقه وما تشتغلش تخيل الرقاقه بتاعتك تزعق فيه وتقول اعوذ بالله من الشيطان وتزعق في الرق ولا تشتغل لكن بصوت خافت غير مسموع تستعيذ بالله ما أمت من الشيطان لا قامت منوره يبقى عندك الرقاقه حساسه للضوء او النور وحساسه لايه للصوت ولكن مش اي صوت يبقى اذا عمليه الرقيه الشرعيه اللي احنا من ساعه ما بدانا الحلقه عايزين نوصل لها وعايزين نبقى محترفين فيها لها هدفين الهدف الاول ايه انك بتشغل الرقاقات البلوريه الغير مرئيه دي طب وهستفاد لما هي تشتغل هتنور انت عارف لو الرقاقات دي اشتغلت ونورت معناه ايه معناه ان الطريق بتاعك بان معناه انك خرجت اوتوماتيك من مين لمين من الظلمات الى النور ما هو ده النور نورهم يسعى بين ايديهم هو احنا ليه عاملين دوره النور لانها حل كاسح لكل حاجه، أنت دلوقتي الأصل أنك مظلم، فربنا أحياك وجعل لك نور، خلاص أنت بقيت عارف أنت رايح فين من الدنيا للأخر للجنة، من ساعة ميلادك من بطن الأم على الجنة، الطريق بقى من من اللحظة دي للنهاية دي بقى معروف بسبب أنك عندك إيه؟ عندك كتشاف، عندك النور، فده الهدف الأول للرقية الشرعية، أنها إيه؟ بتشغل هي أحد وسائل تشغيل الإيه؟ الرقاقات. الهدف التاني وده اللي اول مره تاخد بالك منه انك بتحاول تزيد النسبه المئويه بتاعت مهنه هي مش مهنه او الدور بتاع اللي اسمه ايه؟ وقيل من راق. ده دور ولا حد فكر فيه قبل كده. انت ممكن تبقى يعني اعظم طبيب والناس بتطلبك لان هما بيحسوا فيك ان انت تقدر تجيب النفس قبل ما تخرج وتشدها تاني وبالتالي بيحسوا ان انت راق بنسبه 30 40%. خد بالك بقى لان موضوع راق ده بيعمل مشكله. الناس بتستسهل ويقول لك ايه ما اجيب راقي شرعي انت تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام في موضوع الراقي ده حط شرط مهم جدا لو انت فعلا عايز تبقى انسان صالح اللي هو ايه قال لك يدخل الجنه هيدخل الجنه المؤمنين الصالحين ولكن هيدخل قبل دول سبعين ألف بلا حساب ولا سابقه عذاب اللي هم فئه السابقين المقربين او الناس بتدخل الجنه ف الصحابه قالوا مين دول يا رسول الله اللي هم اسبق ناس للدخول الجنه ولا اتحاسبهم ولا اتعذبهم قال لهم بيعملوا اربع حاجات اول واحده لا يسترقون اثنين لا يكتوون ثلاثة لا يتطيرون أربعة وعلى ربهم يتوكلون خلينا بقى نركز في مين في أول واحدة. لا إيه لا إيه لا يسترقون يعني الفئة السابقة في الحياة وفي الآخرة اول حاجه وبدا بها هي الاول لا يسترقون يعني ايه يسترقون يعني يطلب الرقيه من غيره طب ليه ليه ما ينفعش او ليس من الافضل انك تطلب الرقيه من غيرك ما ينفعش تخلي حد يشغل لك رقاقاتك بنوره لازم ايه انت تشغلها انت نفسك بايه بنورك دي رقاقاتك اللي فيها الارشيف بتاعك انت فانت تخيل وقتي انا عندي مثلا جهاز فيه رقاقات متوزعه اللي هي الهارد والحاجات دي فانا مش عارف اشغله كويس رحت ماسك الهارد بتاعي اللي فيه كل البيانات بتاعتي ورحت رايح حطه في جهاز واحد اخر قلت له والنبي حط الهارد ده عندك وشغله كده وطلع الملفات الارشيف بتاع الرقاقات بتاعتي بقى ايه بقى جوه جهازه وبالتالي ما ينفعش نوره يسرف ايه في رقاقاتي وبالتالي لو انت عايز تبقى انسان صح يجب ان تشعل او تشتغل الرقاقات بتاعتك بايه؟ بك انت بصوتك انت هو الراقي بيعمل ايه؟ بيقعد يقول تعويذات بيقعد يقول اذكار يعني بيستعمل الصوت ممكن بقى يقدر يستعمل الصوت الغليظ او الصوت الخفي هو على حسب بقى هو بيعمل ايه؟ فيشغل الرقاق مؤقتا ودي برضو حاجه تانية ان الراقي اللي هو براك واحد غيرك هيشغل الرقاقة ايه؟ بشكل مؤقت. انت ممكن مثلا تقابل انسان صالح. وتتأثر بصلاحه. كأنه نوره ضرب في الرقاقات بتاعتك فراح منورها. تحس كده وانت معاه انك نورت في اللحظه دي. فتحس انك عايز ايه؟ تقعد معاه تاني وتالت. انت كده هتبدأ تتعلق بيه انت كده ما انتش عارف تبقى زيه. يعني تطلع النور بشكل ذاتي. ما تنساش الرقاقات بتاعتك عندها خاصية الذكاء الذاتي. وبالتالي النبي حسم الموضوع وقال لك ايه؟ قال لك لا يسترقون. يعني لو انت عايز تبقى من الناس الصفوه لازم انت بنفسك اللي تعرف تشغل الرقاقات، يعني انت بنفسك اللي بتمارس الرقية الشرعية على نفسك. أدي القضية الأولى، القضية الثانية الرقية الشرعية اللي هي عملية تشغيل الرقاقات دي يجب أن تتم من الطرف المسؤول عن الطرف المسؤول عنه. يعني الزوج يعملوا لمين؟ لمراته الزوج والزوجة يعملوا لمين؟ للأبناء أنت أنت وإخواتك تعملوه لمين؟ للوالدين يعني الموضوع يبقى ايه؟ يعني لا يخرج من دائرة الرحم لا ليه برضه؟ لأن زي ما أنت بينك وبين رحمك روابط جينية أكيد في رقاقات مشتركة مش كده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه؟ خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني أنا نفسي اللي فيها باللورات وفيها رقاقات مراتي مخلوقة من النفس يبقى هي أوتوماتيك عندها رقاقات شبه رقاقاتي وبالتالي أنا أفضل واحد أعمل إيه؟ أشعل لها الرقاقات بتاعتها وهي نفس الكلام انا وهي افضل اثنين نشعل مين؟ رقاقات الابناء وبالتالي ثاني شرط يبقى اول شرط في الرقيه ايه؟ ان الانسان بنفسه يسعى لان يصل الى هذه المرتبه العليا لتشغيل النور الذاتي بنفسه هذا الامر الاول، الامر الثاني ان الرقيه تتم ما بين افراد الرحم ولذلك لما زمان كانوا بيدوروا على راقي مش زي الوقت كانوا بيدوروا على راقي من العيله بس احنا نسينا يعني لما يبقى في طفل تعبان او حد تعبان او راجل تعبان او حد كانوا بيشوفوا ايه؟ شوفوا مين من قرايبنا عنده نور ويقدر يرقي. مع الوقت الناس نست ايه؟ مين من قرايبنا وبقت ايه؟ شوفوا مين اللي اللي بيرقي. حلو؟ وبعد مرور الزمن شوفوا مين اللي شغلته انه بيرقي وندي له حسنه. ده الحكايه باظت خالص. ده اسمى مهنه مهنه ارجاع النفس واشعالها بالنور بقت مهنه يعني تعبانه جدا بالشكل ده. فلا يبقى من شروط الرقية أول حاجة إن هي تتعمل أنت تعملها بنفسك يا سيدي لو أنت عملت الرقية أول مرة وجابت نتيجة بنسبة 1% خير ليك من إنك تجيب واحد يوصلها لك 10% لأن 1% بتاعتك معناه إيه؟ مستمر هتعملها في أي وقت تعملها دايما ومعناه إنك نجحت في الواحد في المية هتبدأ بقى تركز السنة الجديدة إنك تعملها بنسبة 10 أو 20 لكن لو جبت واحد يعملها لك بنسبة 10 أو 20 هيبقى مرة وهتبقى مؤقتة وهتبقى وهنا هيبدا الايمان بتاعك يلخبط لان على فكره انسان بايمانه بيتلوث لما بي... لما بيلاقي حد ينجح في حاجه معاه هو مش عارف ينجح فيها لوحده انت مستوعب الحكايه دي نفترض انك في واحد قلت لك عدى جنبك فانت نورت قعدت معاه قاعده كده فنورت وما انتش عارف تنور حياتك بالقدر ده هتبدا ايه تتعلق بيه فيبدا الرقاقات بتاعتك تضلم لما هو يجي تنور وطالما هو اختفى يبقى هي ايه بتضلم يبقى انت اذيت نفسك في الاخر يبقى ده الامر او الشرط الثاني ان يكون الانسان يعملها لنفسه حتى لو بنسبه ضعيفه هتتدرب عليها ان شاء الله، الحاجه الثانيه انها بتكون ما بين افراد الرحم. ثلاثه الرقيه هي عباره عن عمليه بترقيك بتعمل لك ترقيه في الاحساس. عارف لما بيقول لك ايه ده الراجل ده شخص راقي جدا. يعني ايه راقي؟ يعني حساس. انت مش بتقعد مع حد تلاقيه انسان رفيع وراقي. إحنا بنستعمل لغاية الآن في المصطلحات بتاعتنا في العالم العربي وصف الشخص النبيل الحساس الرفيع بإيه؟ بالراقي، ما بنقولش راقي شرعي، بنقول الشخص ده راقي جدا، حتى في مسمى اسمه إيه؟ الطبقة الإيه؟ الراقية مش كده؟ الطبقة الراقية يعني الطبقة الحساسة الطبقة الرفيعة اللي بتركز على أدق التفاصيل وعندها الحاجة منورة مش غامضة كده و... ومستورة. يبقى إذا ثلاثة او الشرط الثالث أو, او الهدف الثالث او الامر الثالث ان ممارستك للرقيه هي عباره عن دخولك بشكل غير مباشر للطبقه الراقيه الطبقه النبيله الحساسه الرفيعه وبالتالي بتلاقي الراقي اللي هو وقيل من راق بيبقى انت قاعد بتتكلم قدامه او قاعد بتاكل وبيبص كده لاكلك او بيبص لكلامك وبيبص لشكلك ويبدا يحس اه الحاجات دي بتطفي الاكل اللي انت بتاكله ده بيطفي بيطفي الرقاقات الكلام اللي انت بتقوله ده الافكار اللي انت بتقولها دي استنزاف المشاعر اللي انت بتعمله ده وانت مش حاسس بيطفي الرقاقات بيخليك شخص ظلامي، ليه؟ لانه ايه؟ بيبص لك من فوق هو شخص راقي شخص رفيع. طيب هتيجي بقى تسالني السؤال المحوري ازاي اعمل الرقيه؟ اللي موجود في في التراث ايه؟ اكتب الوقت الرقيه الشرعيه على اليوتيوب. ايه اللي هيطلع لك؟ هيطلع لك قراء بيقروا ايات معينه صور معينه مش كده؟ هيطلع لك شيوخ يقول لك الرقيه انك تستعيذ وبعدين تقول الفاتحه وبعدين تقول اية كذا وبعدين على طول يعني اوتوماتيك خش على الموضوع على طول يا ابني يا عم الحاج انت وهو هي انتوا فاهمين يعني ايه رقيه اصلا؟ فاهمين هي دي ايه؟ بتعمل ايه؟ قبل ما نستعمل الايات ما انا قلت لك انت ممكن تعمل الصوت الايه؟ الموجه الغليظه وما بتطلعش الموجه الايه؟ الرقيقه والرقاقه ما بتشتغلش الا بالايه؟ الا بالمجر ايه؟ يبقى ملوش لازمه ان انت تخش على موضوع وانت مش فاهم مقدماته. فالسؤال كيف اقوم بعمل رقيه ذات تاثير فوري؟ انتوا عارفين في فيديو في السنه اللي فاتت نزلت لكم في آه آخر السنه فيديو قلت لكم ان انا كنت معزوم فعلا محاضره جماهيريه فيها ناس وانتوا شبطتوا في الموضوع، فاكرين شبطتوا في ايه؟ لما قلت لكم كنت معزوم على محاضره وكنت واخد ساعتها كان الكلام ده من س ست سنين ولا حاجه فكان كان عندي بس ابني الاولاني كان مراتي وابني الاولاني فلما لقيت ان خلاص كشفنا، خلاص الاستاذ امين جه ومراته وابنه موجودين يعني العالم كله اللي في المحاضره دي هيبقى عيونهم مركزه على مين؟ على مراتي وعلى وعلى ابن الصغير فقلت لكم ان انا حسيت ساعتها ان انا اتورطت اتفضحت خلاص يبقى اذا انا هيتسلط عليا كميه اسهم في المحاضره دي تنسيني المحاضره اصلا فعملت ايه ساعتها؟ عملت عمليه تحصيني، عملت رقيه وبعدين نمت بالليل حكيت لكم الموقف بالكامل، نمت بالليل لقيت مسامير كتير جدا كلها مكفيه بدل ما تبقى ما... طالعه كده كلها مكفيه ولم تؤذي اهل بيتي بشيء. رحت انتوا في التعليقات عملتوا ايه؟ والنبي يا استاذ الحقنا قول لنا انت عملت ايه مع مراتك وابنك ساعتها؟ مش كده؟ هي دي هي الرقيه دي الرقيه اللي انا عملتها ساعتها انا ما رحتش جبت راقي قلت له تعالى ما ينفعش، انا اللي عملتها وعملتها في قد ايه؟ في 10 دقائق في ربع ساعه وشوف تاثيرها كان عامل ازاي؟ قصاد كان تقريبا 100 واحد في المحاضره دي ولا حاجه يعني 200 عين 100 واحد يعني كام عين؟ اضرب في اثنين يعني لان ممكن واحد يحسدك بعين وعين لا عين يعني عندك 200 عين يعني 200 مسمار ولا مسمار فيهم عمل حاجه قصاد 10 دقائق بس تركيز تعمل الرقيه عمل الضوء هو بقى هنا إيه؟, ايه اللي بيخلي الرقيه تعمل حفظ؟ للانسان الضوء احنا قلنا الرق... <applause> الرقيه بتشغل الايه الرقاقه طيب الرقاقه لما بتشتغل بت... بتطلع ايه ضوء طيب ازاي بقى في الموقف اللي حكيت لكم فيه مرات ويبني انا مراته وابني اهو انا ومراته وابني ساعتها احنا الثلاثه اسره صغيره كده وفي عندك <applause> 70 80 مسمار هيجوا اللي العيون فانا عملت ايه رقيه مبكره قبل ما قبل ما يشوفوه قبل ما يشوفونا طيب ايه اللي حصل خلى المسامير تتكفى وتقع ما, تت ما ترشقش او تصطدم بينا الرقيه الرقيه عملت ايه بالظبط هل عملت دراع د د د درع عملت نور ودي بقى تركايه يعني من اجمل الاشياء اللي انت هتسمعها الوقت انت الوقت عملت رقيه ليك ولمراتك يعني ليا ولمراتي وابني ساعتها فالعيون بتبص علينا وخلاص اتشافنا يعني اتشافوا الناس تقعد تتودود ما بينهم كده وبتاع قال مش انا عارف ان انا قاعد دلوقتي المسامير طالعه موجهه في عالم الظاهر الناس بتبص فعلا علينا والمسامير فعلا طالعه في عالم الايه الظاهر طب ما وراء الظاهر ما بعد في الباطن اللي غير مرئي انا عامل ايه انا مشغل الرقاقات يعني عامل نور خد بالك بقى لما المسمار بيطلع او العين بتطلع بتبص او الشيطان بيبص بيلاقي ايه ضوء فبيعمل ايه بعينه خد بالك ما حدش يعرف يبص للضوء انا قلت لك قبل كده ان الضوء بيعمي مين؟ بيعمي الشياطين تخيل انت سايق سياره طالع منها ضوء وفي سيارة جاية قدامك، فأنت رحت معلي الضوء، عارف الضوء العالي والضوء الواطي؟ عليت الضوء، هتعمل إيه فيه؟ هتعميه، فلما تعميه هيعمل إيه؟ هيبص لك ولا هيبص في الجنب؟ أو يغمض؟ يبقى إذا الحماية هنا تمت بإيه؟ بضوء عالي. فلما الضوء علا كل العيون اللي بتبص بقت بتنحرف، فالأسهم بدل ما الأسهم تيجي كده بقت الأسهم إيه؟ تتوزع كده. يبقى إذن الرقيه اربط بقى الخيوط، الرقيه عملت ايه؟ شغلت الرقاقات. الرقاقات لما اشتغلت عملت ايه؟ ضوت. طب الضوء لما بقى موجود عمل ايه؟ عمل انحراف في الاشعه اللي جايه خد بالك كل حاجه بتخاف من الضوء حتى النار. النار انا قلت قبل كده جمله النور سيد الكل وسيد النار. عارف لو في واحد عنده غل نار عنده حسد غل وحسد طالع لك يعني سهم ناري وانت عندك ايه نور النور سيد النار فبيقع فبيتهاوى سهم طالع من النار من الغل تجاهك بيتهاوى لان النور بي... النور بيدوب الكل النور سيد الكل النور هو المهيمن النور له سيطره وبالتالي انت عملت في خلال عشر دقائق عمليه كده صمته ولا حد درى بيها عملتها كده بينك وبين نفسك انك قلت شويه حاجات بالصوت الخافت قامت الحاجات دي نورت ايه المعيار ان الرقيه بتاعتي نجحت ان الرقاقات فعلا اشتغلت وبالتالي النور طلع النور اللي حدش شافه طلع وبالتالي كل الاسهم اللي جايه انحرفت وتهاوت يبقى اذا الفكره قبل ما تقول الادعيه او الايات اللي احنا هنقولها دلوقتي انك تبقى فاهم ايه اللي بيحصل وازاي تتقال علشان فعلا تجيب نتيجه طيب هعيد بقى الكلام اللي انتوا عارفينه بتاع ايه اللي بتقال اول حاجه انا دلوقتي هعمل رقية على نفسي او على اهل بيتي اول حاجه ايه استعيذ بالله من ايه وايه من الشيطان ومن الشياطين المفرد وجمع. ومش هتستعيذ بقى اللي هو ايه اه وتقوم طالع تيجي الصوت الخافت قلت لك الرقاقه بتاعتك شديده الحساسيه للصوت الخافت فبتستعيذ بالله من الشيطان ابليس وبعدين اوتوماتيك تستعيذ بالله من ايه من الشياطين لان كل واحد هيحسدك مع ايه شيطان انت كده بتفرش انت كده الرقاقات بتاعتك بتبدا تعمل لها ايه؟ انعاش لسه ما نورتش. طيب ده رقم واحد الاستعاذة رقم اتنين <applause> الايات <applause> القرآنية المضوية قوي اللي فيها بعد وقاء زي آية الكرسي سورة الفاتحة المعوذتين أو آخر سورة البقرة ولذلك هم في الرقية الشرعية بيقعدوا يقروا الحاجات دي طب يا عم الحاج وانت بتقرا انت مستوعب ايه اللي انت بتقراه؟ طب هل انت مدرك ان دي اكتر الايات اللي بتحوي كميه ضوء ما انا قلت لك الرقاقه بتشتغل بالضوء او بالصوت انت الوقت بتسلط على الرقاقه ايه الاثنين بسلط عليها صوت ان انا بقرا الفاتحه مثلا او بقرا اية الكرسي وبسلط عليها ضوء الايه تخيل بقى انك بتقرا الايه وانت مش فاهم ولا حاسس فلا صوت الايه ولا ضوء الايه ضرب في الرقاقه والرقاقه بتاعتك فضلت مظلمه يبقى اذا انت بتستعيز اول حاجه علشان حتى لما تيجي تقرا الايات دي تبقى مركز فاول حاجه ايه الاستعاذه أنت تعرف إن الرقية في <applause> الأحاديث النبوية كلها عبارة عن استعاذات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وما أحاذر، هي كلها استعاذات، يعني عبارة عن إيه؟ بتبعد ال ال السواد اللي حوالين الرقاقات، ده في المقام الأول، ده أول حاجة، الاستعاذات، اتنين بتقرأ الآيات المضوية، الآيات اللي فيها كمية أكبر من الضوء، زي الفاتحة، آية الكرسي، أواخر سورة البقرة، المعوذتين، الإخلاص، وهي سبحان الله كلها ايات ايه؟ ما يعني ما صغيره ما مش هتقرا البقره كلها. طيب واواخر سوره ال عمران وبعد ما تخلص الايات دي بتبدا تدعي انت عملت شوف تركيبه كده استعاذه كل ده بالصوت الايه؟ الخافت اللي الغير اللي مسموع لان الرقاقه ما بتق... الرقاقه ما, ما بتشتغلش بالصوت المسموع. فاول حاجه استعاذات بعدين الايات المضويه بعدين ايه؟ ادعيه. فبتدعي لنفسك باللي انت عايزه. وبتدعي الاهل بيتك بالبركه بان ربنا يفيدك من الحدث اللي انت رايحه انت رايح دلوقتي مؤتمر او حدث وانت رايح تقعد توجع عيون الناس ولا رايح تستفاد اصلا بالحدث نفسه فبتدعي ربنا انك تستفاد بالحاجه بالحاجه نفسها فبتعلي هنا يعني بدل ما الاضاءه بتاعتك بتبقى على قد السكيورتي على قد الحمايه بتبقى اضاءه على قد ايه على قد الاستفاده انا رايح الحدث ده عشان اعمل شغل ناجح وعشان اجيب شغل ناجح منه يعني لازم اضاءتك تبقى الضوء العالي فبتبدا هنا وده اللي محدش بيعمله على فكره في الرقيه الرقيه عندهم ايه بيقروا ايات بس ويقولوا استعاذتين وخلصنا لا الرقيه استعاذات تليها ايات مضويه تليها ادعيه مفتوحه ليك في التجربه او الموقف اللي انت فيه وبالتالي تجمع التلاتة دول مع بعض بصوت خافت بالصوت الغير مسموع تبدا الرقاقات بتاعتك تستجيب وتضوي واول ما الرقاقات بتضوي انت عملت ضوء لا يراه احد اول بقى ما هم في عالم الباطن باعتين لك اسهم الاسهم بتيجي عند الضوء تبدا تنحرف او تقع ما بتقدرش الاسهم ما بتشوفش مع انه ما فعليا بيبصوا لك شوف انا مره كنت في موقف برضو المهم كنت شاري كذا حاجه فالشخص اللي هيوصل معايا الحاجات اللي تحت كانه بص الحاجات اللي انا شاريها وحطهم في السياره وبص كمان للسياره انا عرفت ايه ان خلاص عينه رشقت في الحاجه وفي السياره خلاص انت ما فيش مفر بس قبل ما انا اروح الموقف ده الصبح الفجر كنت انا ايه؟ عامل الاستعانة كنت من بدري خلاص انا الضوء بتاعي شغال في عالم الباطن بس ما حدش شايفه، فلما اتحطيت في الموقف وهو بقى كنا الساعه 11 الظهر ولا حاجه وبدا يطلع الاسهم انا كنت متاكد تماما انا مش ليش هاجست عيس ساعتها ما خلاص ما هو حط الاسهم بتاعته انا كنت متاكد ان ولا حاجه من اللي هو بيعملها دي مع اني شايف عينيه ازاي بتخرم السياره وبتخرم الحاجه كنت متاكد ان ولا حاجه هتحصل وفعلا السيارة خرجت وكأن كان الحاجز اللي بينزل ده بتاع البراج ده هيقع على السيارة ما هو لازم ما هو لازم في حاجة هتحصل والسيارة خرجت تك كده وقام الحاجز قام نازل ما عملش أي حاجة للسيارة عرفت إن هو فعلا كان في حاجة هتصيب ولكن جت كده قربت خالص أهي وقامت وقع يعني أنت بتحس إنه قرب وقامت وقع ليه؟ لأن في ضوء غير مرئي هو اللي بيمنع الحاجة من الاقتراب الحاجة بتخاف إنها تقرب فتقوم إيه؟ فتقوم وقع يبقى ده بالنسبة لكيفية قيامك بالرقية الشرعية وفي بقى موضوع تاني هنتكلم عليه في النور اللي هو حاجة اسمها اه احنا اتكلمنا على اقوى معمارية في القرآن من حيث الضوء المدمج اللي هي معمارية ايه الف لم اللي هي بتاعت البقرة فاكر لما اتكلمنا عن سورة البقرة قدرات سورة البقرة بسبب ايه بسبب الف لامين بسبب المعمارية دي المعمارية دي مكتلة كمية ضوء جواها غير ممكنة في بقى معمارية تانية اسمها معمارية النور الشخصي شوف في نور بكمية هائلة في الكون مكنون جوه ألف لام م فلما بتقرأ البقرة وقال عمران وكل الصور اللي فيها ألف لام م بتستمد من النور حلو ده نور ايه عام بكمية كبيرة في بقى نور نوري البيرسونال بتاعك الشخصي ده مش ألف لام م ده مين ألف لام راء قال لها ده انت السنة اللي فاتت كلمتنا عن ألف لام ميم وكانت حاجة رهيبة جدا الوقت بقى في مطلع السنة بقول لك ألف لام راء ده النور البيرسونال شوف الصور اللي بدأت بألف لام راء اسمها ايه؟ يونس شخص نبي يوسف إبراهيم هود والحجر يعني كم يعني خمس صور منهم أربع أشخاص يعني ايه؟ يعني ألف لام رأ دي ايه؟ نورك هتقول لي هو انا ليا نور؟ طبعا احنا كلنا بنستمد من نور ربنا ولكن بنعمل نورنا الخاص. ربنا بيقول ذهب الله بنورهم جعلنا له نورا يعني انت ليك نورك البيرسونال لايت يعني او او النور الشخصي. النور الشخص ده بقى انت بتاخد من الف لام ميم وبتعمل الف لام راء اقول لك بقى شوف الرسمه الهندسيه اللي تعتبر يعني فتح هي كمان انت تعرف ان المعماريات لها رسومات حتى يا راجل في عالم الكمبيوتر المعماريه أول بيبقى لها طريقه هندسيه محطوطه بيها شوف الف لام رأ. هل لها شكل هندسي انت عارف لو تعرف الشكل الهندسي بتاع الف لام مر... لا الف لام رأ. هتندهش لانه شبه النور الشخصي طب طب واحده واحده عليا لان انت الوقت كترت عليك الكلام طبعا موضوع المعماريات وضوء كل معماريه ده ان شاء الله هيجي معانا في دوره النور وخلال الشغل بتاع السنه دي انا بس الوقت هديك حاجه صغيره عن الف لام رأ. واسيبك ايه مندهش قول لي الف تتكتب ازاي كده يعني ده معناه ايه نور من, من الاعلى الى الاسفل الف لام تتعمل ازاي يعني دي راسي الف راسي لام تبقى ايه افق بقى عندك الوقت ايه زائد كده شعاع ضوء كده وشعاع ضوء كده اللام هي اللي ماسكه الخلق الافق <applause> الالف هي اللي ماسكه ايه من الاعلى للاسفل من السماء للارض يبقى الف لام دول كده خطين نور راء الراء هي عباره عن ايه الروابط ارسم بقى من الالف واللام طلع ايه روابط الروابط كلها بتاعتك <applause> ايه الشكل اللي طلع ده ايه الشكل اللي اترسم قدامك ده مش ده شكل النجمه وهي مضويه؟ او الشمس بتلاقي كده وكده وكده؟ يعني ده ايه؟ نورها الخاص. يعني حتى الف لام راء لو رسمناها هندسيا هتطلع هي حاجه مضويه وعامله الاشعاع الضوئي. طب احنا كلنا عارفين ان لما حاجه بتنور ما بيبقاش نور مدور، بتبقى ايه؟ بتبقى خطوط متبعتره. الخط الافق الراسي اسمه الف هو تجسيدا لحرف الالف والخط الافقي هو تجسيدا لحرف اللام والخطوط الجانبيه بقى اللي بينهم هي تجسيد لحرف لحرف الراء يبقى اذا لما انت بتاخد صور الف لام راء او لما انت بتسعى لتكوين نورك الخاص فانت بتعمل الف لام راء فبتبقى نجم انت بتبقى نجم حتى النبي قال عن عن عن, عن, عن الانبياء وعن الصالحين بيبقوا نجوم للناس مش كده؟ يعني ايه نجوم؟ يعني بيضووا الناس يعني نورهم الخاص، يعني ايه نورهم الخاص؟ يعني الف لام راء، وفعلا الف لام راء لما بتترسم هندسيا بتديك شكل الشعله وهي منوره، او شكل النور وهي منوره، تخيل؟ يبقى دي معناه ايه؟ ان سيدنا يوسف نجم من النجوم الم... المضويه، فبيبدا فبي... بالف لام راء. سيدنا هود اول نبي بعد سيدنا نوح نجم هو كمان، سيدنا يونس اللي طلع من الظلمات سيدنا يونس اللي طلع منين؟ من بطن الحوت من الظلمات بقى نجم بقى نجم مضوي بقى لونه الخاص سيدنا يونس سيدنا هود سيدنا يوسف سيدنا ابراهيم من اكبر النجوم المضويه في تاريخ البشريه ابراهيم ولذلك سوره ابراهيم بتبدا بايه؟ بألف لام حتى كده اقرا سوره ابراهيم بعد ألف لام اقرا كده ثاني ايه في سوره ابراهيم كتاب انزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام راء اهي اللي هي نجمه يعني ألف لام راء دي شبه النجمه المضويه اقرا بقى الايه الثانيه في سوره ابراهيم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يعني ألف لام راء هي النور بس مش النور بتاع ألف لام ميم ألف لام ميم دي النور كله لكن ألف لام راء النور الخاص بتاعك ايه ده؟ ايه ده؟ ده الحكايه طلعت كبيره بقى ده في نور عام زي شلال وفي نور خاص وفي معماريه لده وفي معماريه لده ايوه يا باشا نورك هو اهم حاجه في, في حياتك نورك هو ده اللي يا اما يدخلك الجنه ما هو حاجه من اتنين يا النور يا النار ايه يا النور يا انت في طريق النور يا ايه يا في طريق النار ده برضو من عداله ربنا ان هو خيرك عايز ناري ولا نوري وما فيش حاجه تالتة يا تاخد نور ربنا طبعا يا تاخد ناره كرها انت كده كده هتنور يتنور في نار جهنم اللي مضويه هي كمان يا تاخد النور في الظلمات اللي احنا ماشيين فيها دي تاخد النور وتكمل بيه للاخر اكتفي بهذا القدر في حلقه النهارده اتمنى تكون المعلومات آه نورت ضوت بعض الرقاقات الجميله اللي عندكم وعندنا ان شاء الله يوم 4 فبراير دوره كبيره عن النور، هنتكلم عن الرقاقات بشكل اكبر وبشكل اعمق وفيها حاجات اول مره تتعرض اعتقد في تاريخ البشريه كلها في دوره النور ان شاء الله واشوفكوا على خير في حلقه جايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.